خلينا نشوف ان احنا قلنا في البوست سامح شكري تراجع عن تصريحاته حول ارسال قوات عربيه لسوريا ومنها قوات مصريه، طبعا بعض الخبساء بيقولوا ان السيسي هو اللي طلب منه عشان روسيا ما تزعلش وعشان صدقي صبحي زعل. يا ترى ايه السبب الحقيقي لتراجع شكري؟ الاهم هل مصر هتبعت جيش فعلا لسوريا ولا لا؟ نشوف حضراتكم قلتوا ايه كده سريعا عشان نبدا الحلقه دي. احمد محمد البلتاجي السندايوني بيقول، يا احمد ده اسم رباعي ده يا احمد، السيسي قبل ما يلعب على الحبلين تاكد من شرط مهم جدا، هو ان لازم تكون الحبال قريبه من بعضها. وصلت؟ وصلت يا احمد، وصلت والله. محمد بيقول ايه المانع ان الجيش يروح سوريا؟ اسمع كلام احمد السندايوني يا محمد. مالك احمد بيقول ممكن عشان روسيا ما تزعلش، انما الباقي ما يهموش زعلهم. لا الباقي مهم برضه، ما السعوديه ما تخبطش في تركيا. عمر عبد الرحمن صمر يقول لن تسمح السعوديه باي وجود عسكري مصري بسوريا كما لم تسمح بذلك من قبل باليمن، فمصر الشريك غير مامون الجانب ما دام المحرك الوحيد لقرارات نظامه الحاكم هو اكتساب الشرعيه واكتساب المال. ممكن يا عمر، والله ممكن، كله محتمل. مي بتقول السيسي في انتظار اوامره من امريكا، استحاله يكون تراجع ده علني، ومن المؤكد ان مصر ترسل جيش. انا مش فاهم حاجه يا مي. السيسي في انتظار اوامره من امريكا، استحاله يكون ده تراجع علني بس، ومن المؤكد ان مصر. لا طبعا مش مؤكد يا مي ولا حاجه، لا صعب جدا. وليد محي الدين بيقول، وهي دي اول مره يرجع في تصريحاته، دول لا بيعرفوا في السياسه وفي الاقتصاد ولا في اي شيء، عشان كده تلاقيهم دايما متخبطين في تصريحاته. تحياتي ليك يا وليد محي الدين. محمد بيقول لو بعت قوات مصريه لسوريا روسيا تزعل، صح كده، تقفل حنفيه السياحه خالص. هو مش ناقص كفايه حنفيه الميه. خليني بس اسجل اسمه، اسمه ايه؟ محمد حميدو. محمد حميدو بيتكلم على السياحه وروسيا، تمام، خليك معايا يا حماده. نشوف اللي بعد محمد حميدو. علي سليمان بيقول لن ترسل مصر جيش الى سوريا لان المسؤولين يدركوا تماما انهم غير مدربين. لا يا علي. حمد بيقول السيسي الخاين لا يملك اي خيانه سلطه انقلابيه تنفذ مخطط الغرب في سبيل وجودهم في السلطه وكسب شرعيه زائفه. كلامك عام جدا يا حمد، مش محدد في قضيه. حمدي عبدين بيقول ما كان لمصر والمصريين ان يكون لهم جيش مرتزقه من اليمن للكونغو للخليج والى اين لا نعلم، العسكر اهدروا كرامه الامه. برضو يا حمدي كلام رائع بس عام مش في القضيه. تحياتي ليك يا حمدي جدا. محسن النوبي بيقول هذا خبث سياسي الهدف منه زياده كميه الرز، روسيا مقدور عليها. محسن النوبي مقدور عليها معانا ترامب صدق الصبح مش اعز من اعناق. اسيا سليم بتقول اكيد مش هيبعت قوات حرصا على زعل روسيا، صح يا اسيا، ولو حصل ان بعض قواتها تكون مهمتها لازم عدى الحبر على الورق عشان ما فيش حد يزعل. تحياتي ليك يا اسيا بالورد اللي انت شايلاه ده. ابو البنات بيقول اعتقد انه هيتم طالما هيبقى فيها رز. لا يا ابو البنات، لا اعقد من كده. طيب خلينا نرد على محمد حميدو ومحسن النوبي وابو البنات. محمد حميدو بيقول هو الحقيقه خايف على لو بعت قوات مصريه لروسيا، خايف روسيا تزعل وتقفل حنفيه السياحه خالص وهي مش ناقصه يعني. محمد حميدو انا هرد عليك، بس اولا المساله مش سياحه روسيا خالص، عندك حق بس مش سياحه روسيا. المساله انه السيسي ادرك، وده اللي بيعمله بوتين، ان خساره روسيا مش سهله، لان روسيا بتقف جنب رجالتها، واديك شفت روسيا وعلاقتها بحافظ بشار الاسد. امريكا بتتخلى عن رجالتها زي ما تخلت عن امبراطور ايران، وزي ما تخلت عن زين العابدين، وزي ما تخلت عن مبارك، لكن روسيا بتضرب مثل مع بشار ان الراجل بتاعنا ما بتخلاش عنه حتى لو افنيت فيه الجيش الروسي كله. فالمساله مش سياحه، المساله ان هو مش عايز يخسر روسيا. محسن النوبي كان بيقول الحقيقه، كان بيقول حاجه تانية محسن، بس افتكر محسن كان بيقول برضه بيتكلم على حاجه ليها علاقه بروسيا، لكن برضه يا محسن الموضوع ما هو سهل زي ما انت متخيل، او بيقول هذا خبث سياسي الهدف من وراءه زياده كميه الرز، روسيا مقدور عليها. لا طبعا مش مقدور عليها على الاطلاق، ومش مسألة رز. السيسي زي رجال العسكرية كلهم. في مذكرات خالد محي الدين بيقول حاجة نسيت أقولها في المقدمة وكانت مهمة عندي جدا، معرفش يمكن الواد مؤمن بيها وفي وشي ناسيني كل حاجة.
بيقول خالد محي الدين في مذكراته قاعدة بيعلموها لهم كانوا في الجيش ويبدو انها لسه شغالة لحد دلوقتي. ايه القاعدة دي؟ قاعدة مهمة قوي. بيقول لك القائد بتاعك يقف يقول لك مين ياد أبدا، ابوك ولا الكومندان بتاعك؟ الكومندان يعني القائد بتاعك. مين ياد اهم ليك، ابوك ولا الكومندان؟ تخيل ايه الرد؟ الكومندان، صح؟ انت ذكي قوي، هم هيقولوا كده. انما السؤال ليه؟ انت دلوقتي قاعد مش هتقول، هيقولوا ما هو عسكري هيقول الكومندان لان الضابط في وشه. لا، ده ليها قاعده. قال لك ايه القاعده بقى بتاعتها؟ قال لك القائد بيسالك مين يد اهم ليك، ابوك ولا الكومندان؟ طبعا هتقول الكومندان. الفتك عند الشاشه زي ما هم دلوقتي هيقول لك ما هيقول كده ان القائد بتاعه في وشه. لا، ده ليها قاعده يا دي. اسمع، بيقول لك ابوك بتعيش معاه لكن الكومندان بتموت معاه، عشان كده الكومندان اهم. القاعده دي يبدو انها، هو بيقول خالد محي الدين علموها لنا في المدرسه العسكريه الحربيه، يبدو انها ماشيه معاهم. الغريبه ان القاعده دي غلط، لان بتجربه خالد محي الدين شخصيا كلهم كلوا بعض، الكومندانات كلهم كلوا بعض، كلوا رجالتهم وكلوا ولادهم وكلوا. يعني انا عايز اقول لضابط الجيش بس اللي ربما يكون بيسمع القاعده دي، ربما تكون شغاله في الجيش، ان ابوك الكومندان اهم من ابوك. ليه؟ لان ابوك بتعيش معاه لكن الكومندان انت بتموت معاه. ده الكلام ده عند ام لطفي في الحرب، لما ام لطفي تنزل تحارب يبقى الكومندان بتموت معاه. لكن لما تتصور بقى ان كل دفعه الحربيه اللي دخلت سنه 38 مع خالد محي الدين وهو ذكرهم بالاسم في كتابه، كل الدفعه دي هو سنه 37. على فكره احمد مظهر كان معاهم في الحكايه دي وكانوا بيجتمعوا ببيته، احمد مظهر الممثل، واحمد مظهر كان سلاح فرسان برضه. كل الدفعه دي 37 و38 واللي جت بعدهم يعني كلوا بعض في الاخر. عبد الناصر كلهم كلهم بما فيهم عبد الحكيم عامر صاحبه. عبد الناصر كال الكومندانات بتاعته اصلا. الكومندان بتاعهم كان مين؟ محمد نجيب. واه لو تعرف، اه لو تعرف وانت معايا بحس بايه. اه لو تعرف محمد نجيب ده كان ممكن يبيعهم كلهم قبل انقلاب يوليو، لان محمد نجيب اتعرض عليه يبقى وزير دفاع ورفض، قال لهم لا انا لن اقبل بالمنصب ده قبل انقلاب يوليو. كانوا عارفين محمد نجيب هو اللي بيحرك العيال دي، فقالوا تعالى احنا هنديك منصب وزير دفاع، فقال لهم لا مش عايز. ده اللي بيقول كده مين؟ خالد محي الدين، مش محمد نجيب، خالد محي الدين. ومع ذلك هم نفسهم كانوا الكومندان بتاعهم. يبقى انا عايز اقول لضابط الجيش ان القاعده دي غلط، لان الكومندان بتاعك لو طالك هياكلك. خلينا نبدا الحلقه بقى.